خلينا نبدأ نعلق على مباريات الدور الثمانية. أربع مباريات أعتقد لم تكن هناك مفاجآت يا أحمد، باستثناء مباراة المغرب والبرتغال. بالتأكيد مباريات ممتعة، المونديال ده ممتع بشكل كبير. بالنسبة لي المغرب ده حالة خاصة، يعني المغرب صحيح. بصراحة في البداية ألف مبروك ليهم. المغرب بتصنع التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي بيتأهل نص نهائي المونديال. اللي بيحصل في المغرب ده برضو بيأكد إن احنا هنا زي ما كان كابتن محمود الخطيب بيتكلم في المؤتمر الصحفي، إن احنا هنا محتاجين وقفة شوية مع الإدارة في الكرة في مصر في حتة الجانب الإداري. لازم نشوف تجربة المغرب دي إيه اللي حصل فيها وإيه النجاحات، النجاح ده اللي وصلوا له إزاي، قدروا إن هم يكونوا متواجدين في وسط الفرق العالمية ديت ووسط المنتخبات العالمية ديت بوجود مدرب زي وليد الركراكي بصراحة اللي بيستحق التحية، اللي بيثبت إن المعيار هو الكفاءة مش بالسن. الموضوع مش لازم إن أنا أجيب واحد كبير أو خبرة، لا، الموضوع بالكفاءة، إن المدرب ده كفء فأنا جايبه. اولا منتخب المغرب بيقدم اداء ممتاز مع وليد الركراكي، منظمين جدا تكتيكيا بال 4 1 4 1، اقوى دفاع في المونديال. منتخب المغرب ما دخلش فيهم غير هدف واحد، ولعبوا مين؟ لعبوا اسبانيا ولعبوا كرواتيا ولعبوا بلجيكا ولعبوا البرتغال. انت بتتكلم في مدرب زي الركراكي ده متفوق على فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، متفوق على لويس انريكي، متفوق على مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز، متفوق على داليتش مدرب كلهم كرواتيا، خلاص. كلهم يعني هو متفوق على الناس دي كلهم وممتاز جدا بالطريقه الدفاعيه. يعني معانا حالات برضو فنيه كده ان هو في المغرب ازاي بيلعبوا بال 4 1 4 1. طيب خلينا بس نتكلم عن دلوقتي اللي انا قلت فيه اربع مباريات تانية، هنتكلم عن مباراه المغرب والبرتغال، ولكن مباراه كرواتيا والبرازيل، مباراه هولندا والارجنتين، ايضا المباراه الاخيره ما بين الانجليز والمنتخب الفرنسي او منتخب انجلترا والمنتخب الفرنسي، ثلاث مباريات برضو صعبه جدا وكانت كل الانظار بتتجه لهذه المباريات يا محمد. بص يا كابتن، كل مباراه فيها كان فيها بالنسبه لي كان فيها حاجه لو كل فريق كان عملها هيقدر يفوز بيها، فكل الفرق اللي فازت وكل الفرق اللي طلعت لنصف النهائي كانت تستحق التأهل. يمكن مباراه الارجنتين وهولندا يمكن كانت هي اقوى مباراه في دور الثمانيه، والمباراه اللي كانت اكثر كمان جماهيريه واكثر حضور جماهيري في المباراه، والكل كان منتظر مباراه كبيره جدا وحصل بالفعل حتى رغم تقدم المنتخب الارجنتيني، ولكن هولندا قدرت تتعادل ووصلوا ركلات ترجيح. يمكن فنيا كانت قويه جدا وكانت مليانه خناقات، يمكن في الشوط الاول كانت مخنوقه شويه ولكن بعد كده المباراه فكت. يمكن مباراه المغرب والبرتغال جت زي ما منتخب المغرب عاوز بالظبط، منتخب المغرب كان عاوز يجيب جول، مفيش افضل من ان انت تجيب جول في الدقيقه 43 من الشوط الاولاني، قدرت انك تعدي خصم صعب جدا زي المنتخب البرتغالي. مباراه انجلترا وفرنسا يمكن الناس كلها كانت منتظره مباراه فنيا اقوى من كده او اعلى من كده، ولكن المباراه منتخب فرنسا قدر ياخد اللي هو عاوزه بالظبط، قدر يكسب المباراه ويتقال نصف النهائي بكل بساطه، وقدر يتفوق على المنتخب الانجليزي. المباراه الاخيره البرازيل وكرواتيا، وده هنتكلم فيه حتى لما نتكلم على المنتخب الكرواتي قبل مواجهه الارجنتين. منتخب كرواتيا لو سحبك لحد اكسترا تايم او ضربات جزاء هيكسبك. منتخب كرواتيا عنده حارس مميز جدا ليفاكوفيتش، هيعوض خلاص بشكل كبير جدا غياب نوير لنهايه الموسم في بايرن ميونخ، هينتقل من دينامو زغرب لحد بايرن ميونخ بسبب ادائه في كاس العالم. حارس ممتاز، عنده ثلاثه لعيبه في وسط الملعب بيقدروا يعملوا كل حاجه، بروزوفيتش وكوفازيتش ولوكا مودريتش العقل المدبر في المنتخب الكرواتي. عشان كده كرواتيا خدت البرازيل للمكان اللي هي عاوزاه لركلات الترجيح، سابت بقى كل المهارات وسابت كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السامبا البرازيليه خلال دور المجموعات او دور ال 16، وقدروا ان هم يتفوقوا عليهم. عشان كده مباراه نصف النهائي انا بشوف ان الاربعه يستحقوا، مفيش فريق صعد بالصدفه، كل الفرق صعدت بعد تعب كبير جدا. يمكن فرنسا كرواتيا الاثنين بتتكرر مره ثانيه، ممكن تتكرر نهائي ثاني ويبقى الاول مره يبقى فيه نهائي متكرر بالشكل ده، ولكن انا بشوف ان فرنسا تستحق، كرواتيا تستحق، لاول مره تقدر تقول ان الاربع منتخبات يستحقوا الفوز بكاس العالم بجدارة.